السلام عليكم حبايبي وحبيبتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا الفيديو اليوم غادي نهضر لكم على المواد الغذائيه اللي فيها الخمر وفيها الحلوف وفيها حتى الكوديغوس. الكوديغوس شنو هما؟ بعض المنتوجات ما كيديروش فيها الخيلاتين ديال الحلوف، فيها الجيلاتين يعني ديال الحلوف، اولا فيها يعني شي حاجه ديال السيردو، كيديروا واحد الكود. هاد الكودات غادي نخليهم لكم في الاخر ديال الفيديو. بحال هاد مثلا، هاد المايونيز كما كتشوفوا، وهاد المخللات كاملين فيهم فيناغري دي فينو. هاد فيناغري دي فينو هو الخمر، هو يعني الشراب مخدومين بالخمر، او لا يعني الشراب الفينو هو الخمر. الناس اللي ما كيعرفوش اللغه ولا شي حاجه، هاد المخللات كما كتشوفوهم كاملين، والخل حتى هو الخل اللي كنا كنشريوه، انا صراحه كنت كنشريه، وهذا الشيء كنت كنشريه كما كتشوفوه كامل الحار. وهاد المخللات والمايونيز كما شفتوا، المايونيز الكيتشوب والخردل اولي صوص كاملين فيهم بينو دي فيناغري. بينو دي فيناغري كما قلت لكم راه الخمر هو الشراب، حيت علاش؟ ما كنتش كنعرف، ما كنتش كنقرا، ما حتى حاجه. والخبز البنات هذا حتى هو الخبز فاميليار ديال الساندويتش، حتى هو فيه فيناغري دي فين. هاد المادلين البنات فيه ثلاثة ديال الكوديغوس. هاد الكوديغوس هما اللي قلت لكم عليهم، يعني فيهم شي حاجه ديال الحلوف، ولكن ما ذكرينش الاسم، ما ذكرينش الاسم او لا النوع شنو هما. هادو هما لي كود اللي دايرينهم ديال الحلوف. تقدروا تدخلوا لجوجل يعني وتقراو داكشي، ديروا كتبوا كوديغوس دي سيردو غادي تخرجوا لكم. وانا راني نخليهم لكم عاوتاني هنايا في الاخر ديال الفيديو. هاد الكاطو حتى هو فيه كسميتو، فيه يعني مخدوم بالحلوف. هاد الشوكو هذا الا كنتو كتعطيهم لوليداتكم، يعني بالنسبه هكا للوليدات ملي كيمشيو للمدرسه كديرهم هكا في الوقيته يعني ديال الاستراحه ولا شي حاجه. هاد المادلين حتى هو هاد النوع ديال الخبز حتى هو فيه فيناغري دي بينو. يعني البنات حاولوا ما امكن تقراو، يعني ما تخلطوش وتاكلوا هاد حتى هاد الكرواسة، هاد لي مادلين حتى هما اللي كنتو كتاكلوهم، صافي ما تبقاوش تشريوهم. الصراحة صعيب بزاف، يعني الانسان ما كيعرفش يخلط ويشري، يعني يعني ماشي مشكل، او ولكن انك تكون عارف شنو كتاكل وكتزيد تاكل، يعني داكشي راه حرام. هاد الدانون دايرين فيه غير الجيلاتين، ولكن ديال من ما كتبينش، يعني من الاحسن ما تشريوهش. كما يقولوا الدب حلال الدب حرام، ترك حسن. زوين ما زوينش، يعني الحاجه اللي كيكون فيها الشك خليوها ما تشريوهاش. وهادو هنايا كاملين مخدومين بالخيلاتينا، كاين اللي ذاكرين فيهم خيلاتينا ديال من ديال السيردو ولا خيلاتينا نباتيه ولا، والاغلب ما كيكونش ديال خيلاتينا نباتيه حيت كيكون غالي شويه. هذا حتى هو البنات ما تشريوهش، فيه يعني فيه خيلاتينا كما كتشوفوا. اللي ما كتلقاوش فيه خيلاتينا كتلقاو فيه فيناغري فينو، او لا تلقاو فيه دوك الكودات اللي قلت لكم لو كوديغوس. هادو هنايا هادو كاملين فيهم داك الخيلاتينا. كما قلت لكم الاغلبيه ما ذكرينش الخيلاتينا ديال من، يعني اذا كتبغي خيلاتينا صافي، يعني وقال لك صافي يعني عم بحرك راه تما خيلاتينا وصافي. يعني من الاحسن الحاجه اللي تكونوا شاكين فيها ما تشريوهاش. والناس اللي كيعرفوا عندهم اللغه يقراو، كما كتعرفوا حنايا المغاربه ما كنقراوش. دانون يكون فايت له لاضات بشهرين، وحنا كنخلطوا حل وكل. اما هنايا في اوروبا راه اي حاجه كما كانت، اي حاجه خاصها تحل، عفوا خاصها تقرا، قلبوها وقراوها. المهم هاد دانون هذا عادي، هذا ما تخافوش منه، شريوه ما فيه حتى شي حاجه. هاد دانون ديال الفروي وناتورال وهاد اكتيفيا ما فيهم حتى شي حاجه، ما تخافوا من والو. المهم لي مايونيز والكيتشوب ها هما كما قلت لكم كاملين فيهم فيناغري دي بيبينو، يعني بالشراب كرواسون هادي
فيها فينغري حتى هي دي بينو حتى هي مخدومه بالشراب، يعني شي حوايج ما كتتوقعوش ان يكون فيهم شي حاجه. يعني صراحه انايا تصدمت من كون بقيت كنقرا بقيت كنقول ناري واش كليت راه شبعت، راه عرفتوا انا شبعت من هادشي اللي كنوري لكم، راه شبعت منه. علاش ما كنبغيش، علاش زعما كنبغي نوري للناس باش ما يوقعوش في نفس الخطا. يعني الانسان يحضر راسه من هذا الماكله هذا، حتى هو هذا البلانكو هذا الخبز ديال الساندويتش فيه فيناغري دي بينو مخدوم بالشراب حتى هو صافي، ما تبقاوش تديوه ما تاكلوش. من الاحسن يعني خدموه في الدار او لا صافي ما دير ما تخدموش كاع، كيتباع للمول ما تخدموش قلت لكم، ما تشريوهش كيتباع للمول ديالو، كلشي خدموه في الدار احسن. الشوكولا البنات حتى هي فيها بعد الشوكولا كيكون فيها شي نوع من الانواع ديال الخيلاتينا اولا ديال البينو اولا كيكون فيه لي كود، يعني خاصكم تقراو. واللي ما فيها حتى شي حاجه يعني ما تخافوش منها خدوها. وهاد العجائن البنات هاد كسميتو هاد العجين المورق حتى هو فيه بينو دي فيناغري مخدوم بالشراب. هذا ماشي اللي في الكونجلي البنات، هذا اللي في الفريغو يعني غير بارد ماشي مكونجلي. حتى هو البنات راه فيه في فيناغري دي بينو، غادي نوريكم واحد الماسا اللي زوينه ما فيهاش حتى شي حاجه، لا فيناغري دي بينو ولا خيلاتينا دي سيردو ولا كوديغوس ولا حتى شي حاجه. خذوها انا صراحه كتعجبني ندير بها كسميتو البريوات وكل شيء. هادي عاوتاني حتى هي هاد امباناده حتى هي مخدومه بينو دي فيناغري، لو كنتو كتاخذوها صافي ما تبقاوش تاخذوها البنات. يعني كما قلت لكم تبقاو ديما تقراو ديما حضروا رئيسانكم، الا ما فهمتوش شي حاجه ولا ما عرفتوش شي حاجه سولوا البنات اللي كيكونوا خدامين تما. وراه ثلاثه د الحوايج باينين، اما فيناغري دي بينو اولا خيلاتينا دي سيردو اولا الكود اولا دوك الكودات اللي غنخليهم لكم في الاخر ديال الفيديو. هذه هي البنات الماسة اللي قلت لكم عليها، واعره زوينه بزاف بزاف بزاف. وهذه حتى هي ما فيها حتى شي حاجه، يعني ما عندكم مناش تخافوا. الحلويات البنات، هاد الحلويات كامل اللي كتشوفوا فيهم راهم فيهم خيلاتينا دي سيردو، فيهم الجيلاتين ديال الحلو في هاد الحلويات كاملين. اللي ما متاكدش منهم ومازال ما قريتهمش ومازال ما عرفتهمش هما هذيك الحلوه القاصحه، ديك القاصحه الحلوه القاصحه ماشي بحال هذه اللي كديك اللي كتطوط اللي كتجبد اولا ديك اللي دايره بحال سبونخا بونجا اولا هادوك هاد الرطب كاملين فيهم خيلاتينا دي سيردو. حضوا من وليداتكم تعطيوهم وليداتكم ولا حرام بنان راه كليتو راه شابعه منهم وفيهم واحد المذاق بنان بنان بنان. ولكن كي بقيت كنقرا بقيت هكا كنشوف لي فيديو ديال البنات كيشوفوا وقلت ويلي ناري واش هادشي بصح، كي بقيت كنقرا ونقرا وقلت والله الا بصح. الخبز البنات الخبز الاغلبيه كيكونوا خادمينه بالمانتيكيه دي سيردو بالزبده مانتيكيه، مهم بالزبده اولا الدهان الخنزير حتى هو كيكونوا خادمينه. وعرفتوا هادوك اللي كيخدمين يكونوا خادمينه ناري ما بغيتش تخرج ليا، يكونوا خادمينه بالمانتيكيه دي سيردو كيكون مقرمش وكيكون احمر واحد اللون كيكون زوين، يعني كيجذبك انك تشريه. ولكن يعني حتى في المذاق ما فيه حتى شي مذاق يعني عادي، ولكن الى قريتو كتلقاو فيها مانتيكيه دي سيردو. وكاين اللي ما فيهمش البنات غير قراو غير قراو، كاين اللي ما فيهمش من الاحسن نعجنو في الدار ولا يعني ولا شريو من سميتو من الجزار المغاربه. المهم البنات هذا المايونيز وريته لكم كما كتشوفوا جميع الانواع ديال لي مايونيز. واحد الحاجه اخرى البنات بغيت نقولها لكم، الخل راه الخل كاين فيه زوج كاين فيه ثلاثه ديال الانواع، فيه واحد ديال العنب وفيه واحد خل التفاح وفيه واحد الخل ديال العنب وشي حاجه اخرى، راهم مخدومين بالشراب. واخا تشوفوا خل التفاح راه خل التفاح وزايدين معاه فيناغري دي بينو، يعني حاول ما تاخذوش. راه الحمد لله كان القزار انا مغاربه وكل شيء، شريو من عندهم الخل والخل ديالنا ديال المغرب كيبيعوا كل شيء، يعني المغرب كيصدر حوايج حلال لهنايا كلشي. مهم الاخوان الاخوات نخلي لكم الكودات، هادو هما الكودات اللي كيكونوا فيهم يعني اللحم
يعني هذا الكود كي يعني بلي انا راه كاين شي حاجه من الحلوف، كاين شي خيلاتينه ديال الحلوف، اولا كان شي مانتيكيه ديال الحلوف، اولا كان شي حاجه من الحلوف. المهم هادو هما اللي كود، صورهم خليهم عندكم، ونتمنى ان الفيديو يكون نفعكم، وشكرا لكم بزاف 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 على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله.